التحويل من النظام السادس عشر إلى النظام الثنائي. طبعا احنا شرحنا انه كيف تحولوا من النظام السادس عشر إلى النظام العشري، هلأ من السادس عشر للثنائي. هلأ بما انه 16 تساوي 2 قوة 4، يعني 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 وتساوي 16، يخصص لكل عنصر من عناصر النظام السادس عشر 4 خانات لتمثيله في النظام الثنائي، وتسمى كل 4 خانات رباعية. ويتم التحويل بين النظامين باستبدال كل رقم في النظام السادس عشري بالرباعية المقابلة له. طبعا هلا راح افرجيكم جدول، بالاضافة للجدول راح افهمكم كيف، حتى لو يعني بدون استخدام جدول، اذا بدكم يعني احفظوا حفظ الجدول. عنا هذا الجدول، طبعا تقدروا تستفيدوا منه. التحويل من النظام السادس عشر إلى النظام الثنائي. عندنا حول الرقم 6 0 سي من النظام السادس عشر إلى النظام السداسي، يعني هيك إلى عفوا النظام الثنائي، يعني حول 6 0 سي من النظام الستاش إلى النظام الثنائي. كيف بدنا نعمل؟ أول إشي 6 0 سي من يعني 6 بناخدها على جناب، والصفر بناخدها على جناب، والسي بناخدها على جناب. السي احنا قيمتها بنعرف من الجدول انها 12، قيمتها قديش؟ 12. السي قيمتها قديش في الجدول؟ 12. هلا ما دام قيمتها 12 احنا بدنا نحول من النظام السادس عشر الى النظام الثنائي. في هذا النظام بنحكي انه احنا السي بناخذ لها 1 2 4 8، يعني هيك دائما نعمل، والصفر نفس الشيء بنحكي 1 2 4 8، والستة بنحكي 1 2 4 8. هلا شو بنحكي؟ 1 2 4 8. هلا السي عباره عن قديش قيمتها؟ 12. بنروح مندور في هذول الارقام 1 2 4 8، شو انو اللي مجموعه 12؟ المجموعة 12 اللي هي 4 و8، مجموعة 12 اللي هي 4 و8. التحويل من النظام السادس عشر الى الثنائي، حول ال 6 0 سي من النظام هلا السي هي عبارة عن 12. هلا احنا بنروح نطلع على، يعني دائما بنحط هدول الارقام 1 2 4 8، كله بنحطه ل 1 2 4 8. هلا ال 12 هي عبارة عن انهم رقمين، مجموع انهم رقمين اللي هو 4 و8، 4 و8 12. فبنحط عند ال 4 و8 1 1، والارقام اللي مش مجموعة 12 بنحط تحتيهم صفر، تحتهم ايش بنحط؟ صفر. ماشي؟ اي يعني عشان هدول مش مجموع ال 12 بنحط صفر صفر، هدول مجموع ال 12 بنحط 1 1 لانهم من مجموع ال 12. هلا بنروح نطلع على الصفر، بنحط نفس الشيء 1 2 4 8. الصفر خلاص معروف انه 0 0 0، مش اشي مجموعه من هدول، فخلاص صفر النظام الثاني. هلا السته نحكي 1 2 4 8. شو السته من ايش بتتكون؟ من 2 زائد 4، من 2 زائد 4. ما دام من 2 زائد 4 بنحط تحت 2 1، وتحت 4 1، والارقام اللي مش مجموع الستة بنحط صفر صفر. يعني الاشي اللي مش مجموع هدول بنحط عليه صفر صفر، الاشي المجموع هدول بنحط 1 1. فهلا احنا كيف صورت المسألة؟ بناخد هذه بالترتيب، وبناخد هاي بالترتيب، وبناخد هاي بالترتيب. هي اخذناها هيك، اخذناها هيك، اخذناها هيك، فصار هيو 0 1 1 0 0 0 0 0، 1 1 0 0. هي حولناها من نظام 16 الى ايش؟ ثنائي. بيطلع عنا حولنا 6 0 سي من النظام 16 لنظام للنظام الثنائي، بنحط هون 2. حول العدد
1972 من النظام السادس عشر إلى نظيرة أو مماثلة بالثنائي. طبعا هذه باش مكتوب إحنا حالين وخلصين. هلأ بناخذ التنين السبعة التسعة اللي هم هدول الأرقام نوضعهم هيك على الترتيب، نحكي 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8. بعدين نطلع على هذا الرقم اللي هو 2، أنا أقول مجموع 2 هذا بس، فهذا 2 مجموع هذا، فمنحط تحتيه 1. الإشي المجموع يعني من هون مجموع هاي منحط 1، والإشي ما إلوش دخل في 2 مثلا في هذا اللي هون منحط 0. هون نفس الإشي السبعة، السبعة منقول 1 و2 و4، 4 و2 6، 1 7، فهدول هم مجموع السبعة، فمنحط جنبهم تحتيهم 1 1 1، والثمانية ما إلها دخل في السبعة فمنحط تحتها 0. يعني الإشي اللي مش مجموعه منحط تحتيه 0، والإشي المجموعه منحط عليه 1. نفس الإشي التسعة، التسعة منحط 1 2 4 8، شو الإشي المجموع 9 1 و8، فالواحد والثمانية منحط عليهم 1 1، الإشي اللي مش مجموعهم منحط 0 0. فمناخد هدول الأرقام بالترتيب بنحطهم هيك، هيو طلع حملي احملوا هيك هاي واحملوا هاي هيك واحملوا هاي هيك بالترتيب. التسعة يعني مثلا هون ترتيبها التسعة هون لازم تكون تسعة هون، سبعة هون سبعة هون، التنين هون التنين هون، فبنحمل يعني مثلا جواب التنين ناخد هاي بنحطها هون اليمين هيك، يعني مثلا سبعة بالنص بدنا نحط سبعة بالنص بدنا نتقيد. يعني حول اي سي 4 من النظام الستاش الى النظام الثنائي. طبعا احنا حطينا جواب وخلصين، يعني هو هيك. هلا احنا بناخذ الاربعه وبناخذ السي وبناخذ الاي، ناخذ الاربعه بنحط تحتها 1 2 4 8، ناخذ السي بنحكي 1 2 4 8، ناخذ الاي بنحكي 1 2 4 8. هلا الأربعة هي بنطلع هدول الأرقام، أنا المجموعة أربعة هي خلاص ناخد هي، فإيش بنحط عندها 1. الأرقام اللي ما إلهم دخل في الأربعة اللي هي 1 و2 و8 بنحط 0 0 0، الإشي المجموعة أربعة هي حط 1، فصار عندنا 0 0 1 0. سي من الجدول اللي عندنا يساوي 12، سي من الجدول يساوي إيش؟ 12، سي من الجدول يساوي 12، فقيمته 12. شو الاشي المجموع 12 اللي هو 4 و8، هيو بنحط هون 1 1، يعني الاشي المجموعه يعني هذه 12 مجموعها 4 و8، فبنحط 1 1، الاشي اللي ما له دخل في المجموع بنحط 0 0، فصارت 0 0 1 1. الاي من الجدول يساوي 10، الاي من الجدول يساوي ايش؟ 10. الاي من الجدول يساوي 10، فبنحكي اول اشي انه جبنا قيمته، وهذا برضه جبنا قيمته. هلا بنحكي 1 2 4 8، هلا بنحكي العشرة هي عبارة عن 2 زائد 8، العشرة هي عبارة عن 2 زائد 8. الإشي المجموعة بنحط يعني التنين بنحط تحتها 1 والـ8 بنحط تحتها 1، والأرقام اللي ما إلها دخل بالعشرة بنحط تحتها 0 0، يعني الإشي المجموعة بنحط تحتيه 1 والإشي مش مجموعة بنحط تحتيه 0. فبناخد هذا الرقم بالترتيب وهذا الرقم بالترتيب وهذا الرقم بالترتيب. فإحنا مثلا السي بدنا نتقيد هون مثلا بالنص، بدنا نحطها بالنص الجواب تبعها، هذه مثلا على الطرف هون بدنا نتقيد، يعني بدنا نتقيد عشان حلنا يكون إيش صح. حول الرقم 536 بالنظام السادس عشر إلى نظيرة أو مماثلة بالثنائي. هلأ بناخد 6 3 5 6 3 5، من بعدهم عن بعض نحكي 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8، يعني دائما احفظوها، يعني من 16 لنظام ثنائي 1 2 4 8 هيك. يعني هلا احنا عنا الستة هي عبارة عن 2 زائد 4، 2 زائد 4 منحط تحتها 1، 2 زائد 4 اللي هي 6 فمنحط تحتها 1 1، هذه 1 و8 ملهاش علاقة في الستة فمنحط تحتها 0 0، يعني ليش مش مجموعهم منحط 0 0، الاشي المجموعة منحط 1 1 1 عفوا، يعني تحت الاشي. هلأ 3 3 هي عبارة عن 1 زائد 2، فمناخد احنا 1 و2 فمنحط تحتهم 1 1، الاشي اللي ما مش مجموع 3 منحط 0 0. 5
نطلع هدول الأرقام، نطلع إنه الواحد والأربعة، واحد زائد أربعة خمسة، فمنحط تحت الواحد والأربعة واحد واحد، والأرقام اللي ما إلهم علاقة بالخمسة منحط صفر صفر. لما نروح نجمعهم منحط هيك، ناخد هادي ناخد هاي وبناخد هاي، هيك بيطلع لنا جواب. طبعا احنا بدنا نتقيد، الثلاثة قاعدة بالنص بناخد جواب الثلاثة بنحطه بالنص، مش منخربط الأمور ببعضها عشان يطلع جوابنا صح. حول دي 8 اف بنظام الستاعش الى نظام الثنائي. طبعا احنا يعني حلينا وخلصي، بس يعني انه احنا بدنا نفهمكم. هلا من بعدها بنحط الاف والثمانية والدي هون. هلا الاف نروح نطلع على الجدول بنلاقي قيمته 15، والدي من نطلع على الجدول بنلاقي قيمته ايش 13. الاف قديش قيمته 15 والدي قيمتها 13. هلا بنحكي الاف قيمتها 15 وهي 13. هلا احنا بنحكي زي ما قلت لكم 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8. بعدين بنروح نطلع على 15، 15 بنطلع على هدول الارقام 1 زائد 2 3، 3 و4 3 و4 7، 7 و8 15. فهدول كلهم مجموع ايش 15، فكلهم بدنا نحط لانهم كلهم مجموع 15 كلهم بدنا نحط تحتيهم 1 1 1 1 ماشي، فيش ولا واحد ما له علاقة بال 15، كلهم يعني كلهم مجموعهم ايش 15. هلا نروح نطلع على 8، 1 2 4 8، شو الاشي المجموع 8 اللي هو 8، خلص من غير لبش حنا بناخذ هي هي بنحط تحتها ايش 1، بنحط الباقي الاشي اللي ما لهش علاقة بال 8 مش مجموع ال 8 بنحط تحتيه صفر. هلا ادي 13 بنقول 1 2 4 8، شو الاشي اللي مجموعه 13 اللي هي 8 و4، 8 و4 12 و1 13، فيعني هدول مجموعهم، هذا مش مجموعهم فبنحط صفر، هدول مجموعهم فبنحط 1 1. طبعا احنا شرحنا كيفية التحويل من النظام العشري، من النظام عفوا السادس عشر الى العشري، وهلا من النظام السادس عشر الى الثنائي، ونزلنا امتحانيا لكل الفروع وتلخيص للأدبي وللتجاري وللشرعي.